صباح الخير، ونشكر الرب على نعمته انه اعطانا اسبوع جديد نلتقي معكم بكلمة الرب. مثل ما بتعرفوا نحن عم نطلع بعد اسابيع على لقاءات الرب يسوع مع اشخاص ونشوف شو فينا نتعلم منها. بالمرة الماضية شفنا لقاءه مع المرأة السامرية، اللقاء كان له نهاية جيدة جدا 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 مع المرأة السامرية، انه المرأة نفسها خلصت، وما بس هيك ولكن المرأة ايضا استخدم، يعني الرب استخدمها واستخدم شهادتها حتى تكون بركة وسبب خلاص لكتار بهالضيعة اللي كانت عايش فيها، اللي اجوا لعند الرب وبالاخر طلبوا منه يضل معه. ولكن مع الاسف ما كل لقاءات الرب يسوع مع اشخاص بتنتهي بهالطريقة، ما كل اللقاءات بتنتهي بهالطريقة. مثل ما بنعرف في قصص كتير بالكتاب المقدس اللي كانت نهايتها ريلي حزينة شوي، وقصتنا اليوم هي وحدة من القصص عن شخص اللي اجى عند الرب بيطلب الخلاص ومتأمل ينال الخلاص بس ما نال الخلاص. خلينا نقرا المقطع اللي نحن فيه. القصة هي من مرقس، انجيل مرقس الاصحاح 10 والاعداد 17-27، ولكن هالقصة كمان واردة بمتى 19 وبلوقا 18. وواحد حقيقة لازم يقرأ ثلاثة لأنه رح ننتقي، رح نركز أكثر على مرقس ولكن رح نتعلم بعض من الأمور وردت في القصتين الباقيين اللي ما وردت هوني. خلينا نقرأ المقطع لأنه مهم أن نكون متذكرينه حرفيا حتى لو كنا يعني نعرف القصة. فالقصة بتقول، القصة بتقول هون: وفيما هو خارج إلى الطريق رخض واحد وذث له وسأله أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب: يا معلم، هذه كلها حفظها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع أحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ملك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. حاملا الصليب. فاختم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فتحير التلاميذ من كلامه. فقال له يسوع أيضا: يا بني، ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهدوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: فمن يستطيع أن يخلصنا؟ فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن لكل شيء مستطاع، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وليت الرب يبارك كلمته لنا. أو مثل ما بتلاحظوا، فإذا هالقصة ما انتهت بالنهاية السعيدة المطلوبة. بعدد 17 منشوف أنه ركض شخص، ركض عند الرب يسوع وقال له: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ ولكن بعدد 21 منشوف، عفوا بعدد 22 بيقول هالشخص ترك الرب يسوع. هو حزين، هو مكسور، هو مش مخلص، هو هالك مثل ما كان وقت اللي جاء عند الرب يسوع. وبتسأل ومفحوى القصة انه هالشخص كان كتير غني حتى يقدر يخلص، كتير غني حتى يخلص انه. والسؤال هون اللي ما نسأله بهالوعظة هذه: هل ممكن يكون عندك شيء كتير من شيء ما لحدرجة انه هالشيء هذا يوقف بينك وبين الابدية، بينك وبين الله؟ يعني يكون عندك شيء بحياتك اللي هو كويس، انه واحد يكون عنده اموال وارزاق، هذا شيء كويس منه عاطل، ولكن انه توقف بينك وبين الله، هل في هالشيء؟ الكتاب المقدس حياة بيخبر عدة قصص من هاكي. بلوقا 18 بيحكي عن الفريسي والعشار، وانه العشار طلع وصار يقرع على صدره وقال انه: يا رب، انا غير مستحق اني اوقف قدامك. ولكن الفريسي وقف هنيك وبلش يمدح بحاله ويتغنى بحسنه وبحسن سلوكه، وبالتالي الكتاب المقدس بينهي القصة كمان بيقول انه العشار كان نزل مبررا دون ذاك. فالفريسي كان عنده كتير صلاح بشري في حياته اللي وقف بينه وبين الأبدية. بيوحنا 8 الرب يسوع بيكون عم يشهد لمجموعات كبيرة من اليهود وبلشوا يحكوا عن إبراهيم ولن إبراهيم أبا. فهالأشخاص كان عندهم كتير افتخار بجذور الروحية والجسدية انه هني من نسل إبراهيم، هيدا وقف بينهم وبين الخلاص. ونشوف كلنا تخلوا عن الرب هداك الوقت، وهيك منشوف يعني الليستة بتنجر من مكان إلى مكان.
أشخاص اللي فعلا بدنا ننال الحياة الأبدية، ولكن اتكالا على أمور عندنا كتير منها في حياتها بيوقف أماما وأمام الله. ولكن إحنا اليوم عم نركز على قصة الشاب الغني بيقولوا له، أو الشخص الرئيس، وشو وقف بينه. لاحظ معي أولا إنه هالشخص كان عنده كتير شغلات يعني بتساعده ملائمة. أول شيء إنه إجا عنده الشخص المناسب اللي هو الرب يسوع المسيح. في كتير أشخاص بيروحوا عند الكتاب المقدس بيعلم عن يسوع إنه هو معطي الحياة. بيوحنا الإصحاح الأول بيقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. بأعمال الرسل 4:12 بيقول ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فما في خلاص برات من دون الرب يسوع، ما في خلاص حدا تاني يعطي خلاص من غير الرب يسوع. وبالتالي يعني الشيء المناسب هون انه هالشخص اجى عند الشخص المناسب. لاحظ كمان كان عنده تركيز على الامور الصحيحه في حياته، وقت اجى عند الرب يسوع ما اجى شفيني اعطيني ولا ماذا اعمل لارث الحياه الابديه، كان السؤال بعدد 17 ماذا اعمل لارث الحياه الابديه. فجاي عند الرب كمان وقلبه يعني مركز على الامور الاساسيه في الحياه اللي هي الحياه الابديه. كمان يعني تلاقى مع الرب، معاملته لقاءه مع الرب يسوع صار بالطريقة الأفضل. إجا بيقول راقدا إلى الطريق رقد واحد وجث له، كان راكد يعني جاي مستعجل لأنه عرف أنه هالأمر جدا مهم. ولاحظ أنه كمان خاطب الرب يسوع بالطريقة المناسبة، وقت وصل لعنده أيها المعلم الصالح، يعني كان عنده التقدير والاحترام للشخص اللي ما يحكي معه. فبتسأل بينك وبين حولك مع كل هذا ليش وصلنا لعدد 22 اللي بيقول ومضى حزينا، ومضى حزينا كان مكتئب. ليش ترك حزين مكسور وهالك اذا هالقد عمل الامور صح؟ الواقع الحال انه بس نقرا القصه نتقرب منها اكثر بنشوف انه كمان هالشخص كان عنده اشياء كتيره في حياته، وهالاشياء الكتيره مع انها كانت اشياء حسنه من سلبيه وقفت بينه وبين خلاص نفسه. لاحظ بعدد 18 وقت اللي اجى عند الرب يسوع بيقول انه بعدد 18 عفوا بلوقا 18 بيقول انه اجى وساله رئيسا ايها المعلم الصالح، بيحدد لنا اكثر عن هالشاب. هاني بمرقس بيقول اجى واحد، هاني بيقول اجى رئيس. شو كلمه رئيس؟ رئيس يعني كان هو شخص له مركز في المؤسسه الدينيه في ذاك الايام، على الارجح انه كان عنده كان هو عضو بالسينيغوغ يعني المجمع اليهودي، وكان عنده مركز متقدم في ذلك. فكان عنده يعني كتير متدين. لاحظ ايضا انه بلوقا 18:21 وقت الرب بيحط له انه الجواب انه اعمال الوصايا، ما انت بينك سامع بالوصايا، بيقول هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فكان كتير كمان يعني عنده مستوى اجتماعي واخلاقي عالي. لاحظ انه وقت قال له للرب هذه كلها حفظتها من حداثتي، الرب ما رد عليه انه لا، معناتها الشخص كان مزبوط. يعني الرب ما ناقش او ما عارض هالقول انه هذه كلها حفظتها من حداثتي. فهالانسان فعلا كان شخص على اخلاق عالي، تربية كويسة، فيك تقول يعني ربي بالإيمان إذا صح التعبير. وكان أمه بيو أو المؤسس اللي كان هو كان عم تشجعه أنه يحفظ الوصايا، فتمم كده. فكان كتير متدين في المؤسسة اللي كان هو فيها اللي هون هي المجمع اليهودي، أو كان كتير أخلاقي في المجتمع اللي عايش فيه بحفظه للوصايا الأخلاقية مثل محطة الله. وأيضا لاحظ ثقته، كان كتير واثق بعمله، يعني كان اخذ الامر جدي، ما بعتقد انه عملية كبرية هون قد ما كان انه اخذ الامر جدي. بمتى 18:17 وقت اللي بيجي عند الرب يسوع والرب يسوع بيحفظ الوصايا، جوابه بيجي شوي غريب، بيقول اية وصايا، محتار لانه عملتهم كلهم، طبقتهم كلهم، اية الوصايا، مين يعرف انه اسا في اكتر ليعمل. وكمان هم ما بعتقد انه قضية شوفت حول قد منه، ما يقول انه اذا في اكتر لاعمل اسا انا مستعد اكتر، عملت كتير ومن صغري عملت كتير، واذا في اكتر انا مستعد اعمل اكتر، اذا في اكتر في نعمل. فهالشخص كان مثل ما قلت لكم كتير متدين، كتير اخلاقي، كتير مستعد، كتير واثق انه بيقدر اسا يعمل اكتر ومستعد يعمل اكتر يعني كتير. ولكن بالاسف النتيجة كانت واحدة، مضى حزينا
مضى حزينا لأنه كانت له أموال كثيرة، بيقول الكتاب المقدس. فهو ترك الرب، بلغائه مع الرب يسوع المسيح وسؤاله عن الخلاص ما ترك مخلص، ترك الرب وهو حزين مكسور وبدون وهالك. وكمان ياما ياما في ناس هيك يا أحبة اللي بيقف بين الخلاص أمور عندهم منها كتير. أشخاص فيكونوا كتير أذكياء بحس حولهم أذكى من الرب. متأكد أنه مرق عليك أنا كتير الأشخاص اللي بيضلوا يناقشوا ليش الرب عمل هيك، وليش خلق الرب ست أيام، وليش الصليب. بيعرفوا أكتر من الرب وفعلا أذكياء، عندنا قدرة على التفكير وأسأل هالأسئلة الصعبة. وهذا بيقف بيننا وبين الخلاص. شو بخصوص الأشخاص اللي كتير عندنا يعني عندهم منظر حلو أو شباب وبس تجي تخبيني عن الخلاص والأبدية لك بعدين 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 وبره. والأشخاص اللي جيدين جدا بحس حولهم ما بدهم الصليب وما بدهم يسوع. فممكن الإنسان عنده كتير شيء من شغلة الله عطيها بده ما يشكر الرب عليها تقف بينه وبين الله، ولكن هل هالشاب هذا كان عنده قصة شغلة مهمة جدا ليل بالعالم اللي كان عندن اياها اللي عدد 21 طلعوا علي معي. فنظر اليه يسوع واحبه، فنظر اليه يسوع واحبه. ما في كتور بالكتاب المقدس بيقول عن الرب انه بشكل خاص او شخص شخصي انه الرب احبه. نعرف الله يحب كل العالم والرب يسوع يحب كل العالم، بس انا غير عن الشخص هذا ولي عازر ما بعرف وين الرب قال عن شخص بشكل شخصي يعني فردي فرد انه احبه. ولاحظوا هون كلمة الحب من الكلمة العامة. في ثلاث كلمات مثل ما بتعرفوا بالكتاب المقدس اللي بترمز الى المحبة باللغة اليونانية. واحدة منها كلمة اسمها ايروس وبتحكي عن الحب الرومانطيقي بين الرجل وامرأة او حبيب وحبيبته. وفي كلمة تانية اسمها فيليا وهي بتحكي عن يعني التعلق بشخص مثل المحبة العاطفية، مثل وقت بتحب خيك اختك امك بيك صديق هذه. وفي كلمة ثالثة اللي هي بس تستعمل لله اسمها أجابي اللي هي الحب الغير مشروط. وهذه الكلمة اللي استعملها فنظر يسوع وأحبه، هذه هي الكلمة. الرب يسوع حب الشخص إلى التمام. الرب يسوع كان مهتم بهالشخص، كان مستعد يحبه بلا شروط، يعمل له أي شيء بده إياه. بس مع هذا هالشخص ترك حزين مكسور. ما بعرف يمكن أنت شخص قاعد هنيك وبتقول أنا رح روح على السما لأنه الرب يحبني. ما بيكفي إنه الرب يحبك، بدك تعمل شيء أنت، بدك توثق في هذه المحبة. فهل مثل ما كان شايفين هالشخص الغني الرئيس، هالشاب اللي تربية تربية جيدة جدا جدا على حفظ الوصايا وسماعها وإطاعتها ومستعد يعمل أكثر، اللي إجا عند الرب يسوع وسأله الأسئلة الصالحة، إجا عند الشخص الصحيح بالطريقة الصحيحة، سجد أمامه وعم يسأل عن الأمور الصحيحة في الحل الأبدية، ترك حزين. أشو اللي ما زبط، أشو اللي وقف بينه وبين الخلاص. وفي كلمة وحدة حقيقة هاني مهمة، كلمة الثقة. كان طالب كل شيء، بس منو مستعد يثق بالرب يسوع المسيح؟ منو مستعد يثق بيسوع المسيح؟ لاحظ معي اولا انه هو وثق بصلاحه كانسان، بصلاحه الشخصي اكثر من الرب. بعدد بمتى 19 وقت اللي اجى عند الرب يسوع بيسال هالسؤال بمتى 19، خليني بس اقتبسه، يعني بيسأل السؤال عن الحياة الأبدية بطريقة فريدة جدا. بيقول أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ متى 19-16 أي صلاح أعمل فكان كل فكره في يعني كان شايف أنه الطريق للحياة الأبدية هو الصلاح الشخصي. بعدد 20 وقت الرب قال له أنه اعمل الوصايا بيسأل أي وصية، بيسأل انه اي وصية بدك ياني من هيك. الرب يسوع فهم هالشخص شو عم يفكر. هالشخص عم يفكر انه انا فيني اوصل لمحل بصلاحي الشخصي كن مناسب للابدية. والرب يسوع هيك من هيك وقت قال له بعدين يعمل الوصايا
يعمل الوصايا بعدد 19. الرب يسوع حكاه بطريقة خاصة جدا، بيقول إن أردت، بمتى 19:21، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك. يعني عم يقول له أنت مخمن رح تكون كامل؟ لا شك إنك شخص صالح وكويس وحفظت الوصايا، بس منك كامل؟ اللي بدهم يفوتوا على السماء بدهم يكونوا بيرفكت، بدهم يكونوا كاملين بكل شيء. فمع الأسف نهايته كانت ما قدر يشوف انه بالرغم انه هو، من رغم انه هو شخص صالح، من رغم انه هو عمل كتير، يعني كان طيع الوصايا من كل قلبه، ولكن انسان خاطئ ما قدر يشوف خطيته. كان مخمن انه اذا بعمل وبعمل وبعمل وصلاحي بيزداد، اي عمل صالح اقدر، اي صلاح اعمل لتكن لي الحياة الابدية. كان يعني رجاؤه ثقته بهذا هالصلاح البشري، اشو بدي اعمل. والكتاب المقدس مع الاسف بسفر افسوس الاية المشهورة بيقول انه بالنعمة انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم، بالنعمة بالايمان ليس وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. والانسان ما انه عم يقدر يستوعب كتير من الناس. بتأمل انه انت تكون حالي خاصة، ما توسق، رب بيدعينا لنكون صالحين، بس وقت الصلاة منخمن انه صلاحنا هو اللي بده يعطينا الحياة الابدية، هالصلاح اللي هو كويس بيقف بيننا وبين الابدية. من هيك عم يقول له اذا كنت انت بدك تكون كامل، نحن ما رح نكون كاملين، انا مني كامل، انت منك كامل، ولا حتى قريب علي، والساك بحاجة لحدا يموت عنك على الصليب، بحاجة للرب يسوع المسيح. فالشخص فإذا حط ثقته كاملة في صلاح البشر، تلاحظ كمان معي انه يحط ثقته بطرق الإنسان غير طريق الله. من شايف في حاجة لله؟ بأول لقاء بينه وبين الرب يسوع، تذكروا الرب يسوع هو إجا عند الرب يسوع قال له أيها المعلم الصالح، الرب يسوع جاوبه وقال له لماذا تدعوني صالحا ليس صالح إلا الله. هلأ في كتير ناس بطلع العدد ليستنجوا منه أن الرب يسوع منه الله، اللي هذا استنتاج غلط، بس ما رح نحكي عنه. هذا كان الرب مثل ما تقولوا عم يعطيه الشغلة لهالشخص ليفكر فيها، انه عم تقول لي انت صالح باي طريقة؟ هل عم تحكي انه انا صالح منيح مثلي مثلك، يعني لانه انت صالح وانا صالح، او عم تحكي عن الصلاح الالهي اللي بمعنى هو قدوس في كل شيء، اي منك عم تحكي عنه؟ لاحظوا انه بكل القصص بمتى بلوقا وبمرقس هالشخص ما جاوب على هالسؤال. فوقت الرب، وقت الرب سأله لماذا تدعوني صالحا ليس صالح إلا واحد وهو الله، هالشخص ما كان عنده تعقيب، ما كان قادر يشوف الرب يسوع المسيح كأكتر من شخص عنده إنسان عنده الطرق لحتى نصير أفضل. وبالتالي هم يجي لعنده ما يقول له يا رب أنا شخص صالح من طفولتي، بس هيتك أنت وصلت لدرجة أخرى من الصلاح، علمني كيف كون مثلك، اعطيني شي ريسيبي حتى انا اتحسن، حتى صلاحي يفضل ويصير افضل. وهيك بتشوفوا في فرق كتير بالرغم انه جاي، ولكن منه قادر يشوف الرب يسوع كهو ابن الله جاي من السماء ليفدي البشر. كل شيء عم يشوف فيه انسان، فحط ثقته في طرق الانسان. هذا الاشخاص اللي كمان بينتقلوا من دين لدين 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 وبيضلوا بدهم يتمسكوا بامور. بالزمن تعرفت على شخص اللي كان هو مسيحي بالولاده، ولكن كان يصوم رمضان، كان بالاحرى هي منه هو كانت ايضا تصوم رمضان، تحس انه بدها تكمش كل شيء، وكل شيء ما تتعلم عن ريليجن، يعني شيء عن ديني ما تحب تنفذها بإطاعتها لكل الاديان. يمكن هالشخص كان من هالنوع، انه هايتك انت عندك شغلي انا اسمع عندي اعطيني اياها، ومصيبة بدنا نزيد ونزيد ونزيد. ولا كمان الرب يسوع حارب هالفكرة كتير، الرب يسوع حارب هالفكرة كتير. وحقيقة بمتى 25 حكى تلاميذه قال لهم إن لم يزد بركم عن الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت الله. بدك بر تاني، بر الأعمال وحفظ الناموس وحفظ الوصايا منيح، بس ما بيوصلك للسماء. رسول بولس حقيقة بيشرحها بشكل أفضل جدا جدا جدا، خليني حطها على السكرين معكم ونتأمل فيها سوا. بولس مثل ما بتعرفوا كان شخص متدين جدا، ولكن كيف بيحط القصة بفيليبي 3:4 بيقول مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا
إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. إذا واحد بده يتكل، لاحظوا الكلمة ها، اتكال، الاتكال، الثقة. مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. وبعدين بيقول ليش في يتكل على الجسد؟ من جهة الختان ناموس مختوم في اليوم الثامن، من جهة إسرائيل يعني الانتماء، الانتماء العشائري تبعه من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، هذا إبراهيم يعني بصلة إبراهيم، من جهة الناموس فريسي عندي عقيدة، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، مش قداش فيني دافع عن الإيمان، اضطهدت الكنيسة مشان الإيمان اليهودي، من جهة البر الذي في الناموس الوصايا مثل ما هالشاب هذا بيقول بيلا لون، ما في وصية من منفذها على الحرف. بس لاحظوا شو بتنتهي معه بعدد 7 بيقول ولكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. عدد 9 هو أهم عدد بيقولنا ليش وأوجد فيه في المسيح، وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان. وهذا اللي ما قدر يفهمه هالإنسان، هذا كان عطول عم يطلع على بر إنساني من الناموس ومن الأصل من العشيري من الممارسات مختون من جهة الناموس بلا لوم، ومن يعرف أنه البر الذي يخلص هو بر موهوب من الله بيسوع المسيح بالإيمان مثل ما قرينا بأفسوس، بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، اللي هو عطية، الخلاص هو عطية. وقت بتجي عند الرب يسوع وبتقول له يا رب أنا ما عندي شيء، أنا خاطي، أنا بحاجة لإلك، وأوجد فيه وليس لي بري من الناموس. هذا الشخص كان بده يقف ببر الإنسان، بره الشخصي وبر المؤسسة اللي كان هو فيها عم يجرب ينمى حتى في البر، بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله من الله بالإيمان. ولاحظوا كلمة الإيمان وردت مرتين هوني بالإيمان، هذا بر ما بالممارسة، وإنما هذا الشخص اللي طلعنا عليه بتذكروا في كلمة استخدمها كثير، أعمل، ماذا أعمل، ماذا أعمل، وما في غير شيء واحد تعمله أنك توصل بالرب يسوع المسيح. فكان متكل على بره الشخصي أكثر من الله، كان متكل على بر طرق الإنسان لنيل البر أكثر من طريق الله اللي هو الصليب، وكان كان متكل على أمواله أكثر من الرب. لاحظوا معي كيف شو صار هاني، تعرفوا هو سأل الرب أنه ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، الرب قال له احفظ الوصايا، وبعدين بيسأل أية وصايا، سأل أية وصايا، الرب جاوبه قال له أنت تعرف الوصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، إلى آخر، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. ليش الرب ما استخدم وصية تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وقوتك اللي الرب يسوع عنا قول هي أهم الوصايا وأعلى الوصايا؟ لأنه كان شايف أنه هالإنسان already في شيء بحياته اللي هو كان يحبه من كل قلبه ومن كل عقله ومن كل قوته، اللي هو أمواله، اللي هو أمواله. ووقت الرب يسوع قال له للشخص، فنظر يسوع له يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل ملك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني حامل الصليب. الرب ما عم يقول هون انه اذا واحد بيع كل شيء ولحق الرب بيخلص، لا، اللي عم ما يحكي مع هالشخص بالذات عم يقول له انت اخترت الهك، انت حاطط ثقتك باموالك وممتلكاتك، لازم تغير الهك، ترك كل هذا، بيعه. من الفكره البيع، الفكره انه ضحي بكل شيء، خلاص من هالإله وتعوث فيني أنا لخلاصك. وكلنا بنعرف كيف انتهت القصة، رجل قول لا. فما فيك تجي عند الرب وتنال الحياة الأبدية وانت حطت ثقتك بشي تاني. هالإنسان حط ثقته بأمواله، حط ثقته بخلق يعني صلاحه البشري، حط ثقته بطرق الإنسان لنيل الصلاح البشري. أشو بدك ياني أعمل؟ علمني، علمني كيف بدك ياني أعمل. والنهاية بتوضح الكل. فالمشكلة في كتير ناس بتساق بعدين الرب يقول هلأ هون شيء بعدد 23 لازم نوضحه لأنه ضروري مشي ما نطلع بالنتيجة الغلط. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فتحير التلاميذ. هلأ في كتير ناس بيستنجوا من هذا أنه الأغنياء هني أصعب يفوضوا إلى ملكوت السماوات،
من الفقرة منه مزبوط. وفي ناس بخمن لأن فكرة فقرة أو متعذبين بحياتهم هن راح يتفوتوا على السما، يعني سكارثة، كمان مش مزبوط. الرب يسوع بيوضحها بعدد 24 بتقروه معي. فتحير التلاميذ من كلامه وقت قال لهم ما أعثر دخول ده. بعدين يسوع بيوضحها أكتر، فقال يسوع أيضا يا بني يا بني ما أعثر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. فالمشكلة منهم المصاري، المصاري ما بتوقف بينك وبين الله، ولكن الاتكال على الأموال، الاتكال إنك تكون شخص صالح هذا منه شيء سيء، إنك تكون شخص عم تطيع الوصايا هذا شيء حسن، ولكن لما تبلش تتكل عليهم لخلاص نفسك هذا بيوقف بينك وبين الأبدية. وبتمنى هالفتحة تكون ياما الناس راح يروحوا إلى أبدية بعيدة عن الله بسبب اتكالا على الشيء الخطأ. من هيك هودي الأشخاص بيقول عنهم الرب يسوع المسيح المتكلين على الأموال، بيقول مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. الرب بيحكي عن أشخاص أغنياء ولكن هني أغنياء لله، أغنياء لله. إذا بتتذكروا كده كان المثل الشخص اللي كان عنده، بيقول عنه كان عنده كورة والكورة أثمرت وعطت ثمار جيدة وكذا، وبلش يبني أماكن ليستر وبعدين ليخبي كل هالمنتجات اللي طلعت عنده. وبعدين بيجي ملاك الله ملاك الموت وبيقول له الليلة تطلب نفسك منك. شو كانت النهاية؟ بيقول كل شخص هيك اللي بيحس إنه حياته من أمواله، كل شخص انه اللي بتكون حياته من امواله، يعني حط ثقته بامواله وممتلكاته وذكاه وديانته وصلاحه للخلاص، الخلاص من الرب يسوع المسيح وما له مكان. والتلاميذ فهموا هالدرس. من هيك بيسألوا السؤال اذا هذه الحالة فبهتوا الى الغاية، عدد 26، قائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع ان يخلص؟ ما حدا رح يخلص على المثل. والرب يسوع كمان جوابه قصة اوضح واوضح، فقال لهم يسوع مزبوط عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. إذا ما تعلمت شيء اليوم هذا اللي لازم تفهم عنه، الخلاص غير مستطاع عند الإنسان، عند الإنسان غير مستطاع. أنت ما فيك تخلص حالك خي أختي. رب يسوع بيقول عند الناس غير مستطاع، ما ممكن توصل لمكان اللي تنال الخلاص بمجهودك البشري أو ثقتك بنفسك بديانتك يعني أشو أنت ما تعمل. طبعا كل هذه أمور جيدة كويسة، إنك تطيع الوصايا، إنك تكون شخص متدين، إنك تكون منتمي إلى إيمان وعقيدة، إذا شغل كويس، ولكن إذا بتتكل عليهم للوصول إلى الحياة الأبدية مثل ما شفنا هالشخص، رح تنتهي حياتك مثل هالإنسان مع الأسف، تكون حزين مكسور وهالك. من الخلاص إذن من معطي الحياة الرب يسوع المسيح. الرب يسوع غير مستطاع عند الناس، مستطاع عند الله. الله أرسل ابنه يسوع المسيح ليموت عنك على الصليب حتى يحمل نتيجة ذنوبك، حتى أنت ما تدفع في يوم ما. هذه قصة الصليب ما في أهم منها. هو عايش حياة بارة مقدسة كاملة، صلاح الإلهي اللي ما قدر يشوفه هالإنسان هاني، مات على الصليب حتى أنت، حتى تدفع أنت، حتى يدفع عنك يعني ثمر أخطائك، حتى يدفع عنك ثمر أخطائك، حتى أنت تأخذ ثمر حياته المقدسة بالإيمان. فبالإيمان الصليب هو بدل، هو بيدفع ثمن خطيتك وأنت تأخذ نتيجة عمل صلاحه الإلهي، وبتوجد بار في نظر الله. هذا اللي كان عم يحكي عنه بولس. بتمنى أن هالرسالة تكون بركة لإلك من السبب تثير أو تعب، مثل ما قلت لك تقدر تستوعب قضية الخلاص بشكل أفضل. كلنا يوما ما عندنا لقاءات، وبتمنى أنه هالرسالة تكون لقاء لإلك مع الرب يسوع المسيح، لقاء ليثمر حياة أبدية، لأنك تتعلم أنه ما فيك تتكل على أي شيء في حياتك حتى الأمور الصالحة لتنيلك الحياة الأبدية. في طريقة لشي الرب يسوع ذكر في الكتاب المقدس أنه هو الطريق الوحيد، طريق الوحيد، أنا هو الطريق والحق والحياة، هو الطريق الوحيد للحياة الأبدية. رجاء قلبي أنه أنت تجي لعنده وتعطيه حياتك وتسلمه حياتك وتعترف بخطيتك أمامه بالرغم من أنك صالح. اعتراف بالخطية ما بيعني أنك منك صالح، هالشخص كان صالح بس ما كان كامل، مشان هيك الرب قال له إن كنت تريد أن تكون كاملا، إن كنت تريد أن تكون كاملا، لأنه ما في غير الكاملين بيفوتوا على السماء. بس منو كمال بشري؟ الكمال مثل ما قال بولس الذي صار لي بالإيمان بيسوع المسيح.
اللي هو مات عنه فدين على الصليب. رجاء قلبي انه الرب يتقل قلبك، انه ما تخليها نار يمرق بدون ما تحط ثقتك بشخص الرب يسوع المسيح كمخلص وحيد لحياتك، ويكون اتكالك عليه هو عليه وحده. ربي يبارككم جميعا، وان شاء الله بلتقي معكم في الاسبوع القادم برسالة اخرى من كلمة الله.